السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فايل نيو كوتلين فايل كده، وهنعمل اكزامبل. احنا كنا اخدنا على فكرة في الكاستنج والكونفيرتنج، وكنا شفنا القصة بتاعتها. المرة دي هنعمل حاجة بسيطة جدا تخص برضو نفس الموضوع. هجيب بس الفانكشن اللي اسمها مين الاول. لو انا بقى عملت، انا عايز احكي في قصة ايه، لو انا جيت احول من نوع لنوع، بس النوع الكبير هحطه في نوع صغير. يعني لو حطيت مثلا حاجة كبيرة جوه حاجة صغيرة، احنا شفنا قبل كده التريم في الزيادات في، لكن المره دي هيحصل ايه؟ تعال نشوف. لما احنا مثلا عندنا لونج وده بيشيل ارقام كبيره، وعندنا الانت بيشيل اقل منه، لو حطيت اللونج جوه الانت هيحصل ايه؟ فعملت فاريبل اسمه ان او 1 وده نوع لونج وحطيت فيه قيمه، وعملت واحد ثاني اسمه ان او 2 انت وحطيت جواه الان او 1 اللي هو اللونج، يعني حطيت اللونج جوه الانت، وعملت دوت 2 انت، والمفروض ده سليم ما فيهوش اي مشكله. خلاص هعمل برنت لاين لقيمة الرقم الاولاني، هقول له نمبر 1 بيساوي، وهطبع ال ان او 1 كفاريبل، وهاخد من السطر ده كده كوبي، وهعمل بيست، وهطبع المرة دي النمبر بدل نمبر 1 هخليه نمبر 2، وهعمل في الاخر الماكس انت فاليو بتساوي. فاكرين الماكس انت فاليو كنا بنجيبها ازاي؟ ماكس انت فاليو كنت بقول له انت دوت ماكس اندرسكور فاليو. هقول لك ليه انا هجيب الماكس فاليو، عشان اشوف لو انا زودت عنها هيحصل ايه، عشان افكركم بيها. فانا هطبعها بس ليه دلوقتي، لكن هطلع في السطر اللي فوق. احنا كده هنطبع نفس القيمه، مفيش مشكله. خلاص ما عملنا رن، ونبقى نعملها تاني نصلحها. طبعا النمبر الاولاني اهو، النمبر الاولاني تاني متكرر، لكن ده الماكس فاليو بتاعتي. ماشي. طيب الماكس فاليو بتاعتي ديت انا عايز اتكلم فيها. التحويل تم عادي، لان طبعا 98 98 98 دي هتخش عادي من الانت او تخش من اللونج، ما فيهاش مشكله. لكن لو احنا عايزين نقول ان الرقم الكبير ده فيه مشكله، لو كان زياده عنه فمعناها ان الانت مش هيقدر يستوعبه، لان دي نهايه الانت. يعني هعمل دلوقتي ان او 3 وان او 4. خلاص حلو جدا. الان او 3 اللي هو لونج حطيت فيه نفس الرقم بس زودت رقم اخر، اللي هو كان اخره 47، ده كان اخر استيعاب الانت، انا خليته زايد عن استيعاب الانت، وخليت ان او 4 بياخد الان او 3 ويحولها الانت، كده مش هيعرف يحولها، صح؟ تمام جدا. فهعمل ايه؟ هم جاي هنا قايل له وانا بطبع ان او 2، وتحت هنا ايه الرقم الثالث الرابع هيبقى ان او 4، فهطبع الان او 3 المفروض الرقم اللي هو كامل ب 48، والان او 4 مفترض مش هيقدر يستوعب الرقم ده، هيعمل ايه؟ فاكرين فكره العداد لما قلت الارقام مرصوصه في شكل دايره؟ هيبدا يحول على الايه؟ على الجانب السالب على طول. فقال لي ان او 4 بتساوي، عمل السالب وجاب لك اكبر رقم، اصغر رقم بالسالب طبعا بيقدر يستوعبه الانت، يعني عمل الدايره كده. لو خليت 48 دي 49 يبقى هينزل على ايه؟ على السالب اللي بعدها، يعني هتبقى السالب 7 اللي هو في الاخير هتبقى 47، لانه عمال يلف في الايه؟ في الدايره اللي احنا كنا شرحنا الفكره بتاعتها قبل كده، لان الرقم بيزايد عن الايه؟ عن الحد بتاعه، فهو عمال ايه؟ يلف بالظبط. نفس الفكره القديمه اللي احنا كنا اتعاملنا معاها في فكره ان لما يكون عندي ارقام موجبه وسالبه وهو بيلف في نفس الايه؟ في نفس الدايره.